فطيره الطاسه محتاجه 3 كوبايات من الدقيق، عليهم معلقه صغيره من الملح، وميه دافيه طبعا عشان نعجن، ورشه سكر، وايه، وبعد ما نعمل العجينه بقى نبتدي نحشيها ونزوقها بقى ببقدونس او اي حاجه زي ما احنا عايزين. دي بس كده العجينه، دقيق وميه وملح وسكر وبس. بالنسبه بقى لفاهيتا الفراخ اللي احنا هنبتدي بيها على طول، معايا وراك فراخ مخليه ومتقطعه شرايح او حتى سليمه، يعني مفيش مشكله، هقول لك هنعملها ازاي، وبناء عليه لو هي سليمه هقول لك ازاي تقطعيها، ولو هي متقطعه شرايح زي اللي معايا كده هنستخدمها برده مفيش مشكله. ومعايا كمان بصل متقطع شرايح، فلفل رومي متقطع شرايح، ومشروم كمان متقطع شرايح، عصير ليمونه ليمونتين، عصير ليمونتين، وفصين من الثوم المفروم، معلقه صغيره كمون، معلقه صغيره بابريكا، ومعلقه صغيره برده بصل باودر وثوم باودر وملح وفلفل، وثلاث معالق كبار من الزيت، وبس خلاص. تتبيله سهله جدا للفاهيتا. هحتاج بوله، وليكن هذه البوله. هنعمل اول حاجه التتبيله بتاعتها، وهنحط الثوم والكمون كده اهو، وهحط الليمون كده اهو، وهحط شويه من البصل الباودر، الثوم الباودر، كمان البابريكا، وطبعا ايه، ملح وفلفل. نقوم جايبين الفراخ نحطها كده في التتبيله، عايزه بقى تسيبيها شويه في التتبيله كده في التلاجه يبقى حاجه عظيمه. واول حاجه نشوحها هي الفاهيتا، ونخش بقى ايه على العجينه، ونطلع بوله نعجن فيها العجينه. ادي 3 كوبايات دقيق، ومعايا السكر والملح كده اهو، ومعايا بقى ايه الميه، محتاجه ميه دافيه شويه، هي طبعا العجينه دي مش هتحتاج انها تخمر، بس هتحتاج انها ترتاح، يعني تسيبيها كده ايه ساعه، ساعه ونص، ده يبقى الطف بكتير. ميه دافيه، الميه الدافيه بتدي نتيجه حلوه جدا للعجين. نفضل نزود لها ميه، هما تقريبا 3 كوبايات دقيق، طبعا دي مخبوزات خلوا بالكم، هيحتاج مننا تقريبا كوبايه وربع من الميه الدافيه، كل ما تكون محتاجه ميه نحط لها ميه اهو. بصوا بقى ايه، جيب جنبي كده عايزه اوريكم بس انا بعجنها ازاي كده، هاتيها ووديها كده وفتحيها كده وارجعي لميها تاني، عامله كده في العجينه هتلاقي ملمسها اتغير وشكلها اتغير، كل حاجه فيها اتغيرت. بندهنها كده شويه زيت من فوق، ندهنها كده، زكي يا كوكو اهلا وسهلا منور. وبتسيبيها بقى ايه مع نفسها كده ترتاح، وعلشان اضمن ان الحاجات دي تتشوح كويس احط الفاهيتا هنا كده في طبق، اشوح الخضار وبعدين ارجع الفراخ تاني عليهم، احط البصل، احط المشروم، كمان الفلفل، ونحط عليه بقى الثوم البودره والبصل البودره والبابريكا والملح والفلفل، ونشوح كده اهو. يتبالوا بس شويه، لان احنا لو كنا حطيناهم على الفراخ كنا ايه كان هيفضلوا برضو قاسيين كده، مش ايه، مش متحرمشين يعني. نحط ايه سنه بسيطه جدا من الزيت بس كده، احط بقى ايه كده شويه هنا كده، وادي العجينه اهي، احط برده شويه زيت كده، النشابه، ونفرد العجينه تمام. بصوا هي ايه يعني الرقان بتاعها ده كده هايل كويس قوي. هنرجع بقى الفراخ، وهنجيب شوية من الفاهيتا نحطها كده، زي ما بقولكوا عايزين بقى تحطوا جبن مثلا ولا حاجة مفيش مشكلة، وهنطبقها بقى. بصوا كده، ودي هتقابلها كده، ودي كده، ودي كمان كده،
الدنيا تظبط معانا تمام. طبعا تكون طاسه ما بتلزقش لو سمحتوا، انها برضو ايه يعني هتفرق كده اهو. وهروح على الطاسه واحط كده، النار تكون متوسطه تمام.